الجواب يعني الرطل. كلام كثير لكن يعني أنا أتذكر كيفش مبدأ أول شيء أول شيء actually your question the same question has been asked from the other brother about Salafi brothers how to deal with other people with other hizbs and with other jama'a the way that Salafi deals with everybody ارفع صوتي كمان عشان يفهموا كمان شيء بعد يعني the other brothers the Salafi brothers they have to deal with all jama'a Salafi all jama'as and hizbs in a way which is very close to wisdom and hikmah and tearing papers like when you said to me about tabligh jama'ah that they produce papers and they put it on the door of the mosque saying that you have to pray in the Hanafi way tearing down the paper won't pass the da'wah to these people the thing which passes the da'wah to these people is by gaining love from these people towards you and then when you do that then you will affect, you'll have an effect upon these people. And since you don't have any scholars in England, you said to me that you have little scholars, but I said, I've been there and I've seen none, no scholars at all. I think it is really good if you really be yourself as half a scholar or so, just to pass this da'wah to these people. Because those people won't go to you as we go to a scholar. You have to have the sort of temptation towards them, and they have the sort of temptation towards you. خلص. يعطيك العافية. هذه الرطانة بأنه لغة هي؟ إنجليزية. ها؟ الإنجليزية. إنجليزية؟ أنا بدي آخذ دور بعض الأخوة يعني. نعم. تفضل شيخنا. يقول سؤالين فقط إن شاء الله. إذا هناك بعض الناس في تلك البلاد يرفعون رايات براقة وهم سلفيون بأن السلفية يجب عليهم التعامل بالسياسة فما هو مدى تعامل السلفي بالسياسة كأخونا سرور هذا وغيره أصحاب المجلات المعروفة نحن نقول بقولهم ولكننا لا نفعل بفعلهم والسبب أنني أعتقد أن المسلمين كما قلت آنفا في صحوتهم الأولى فهم بعد ما نضجوا في فهمهم للإسلام فهما صحيحا فضلا عن أنهم لم يربوا إسلاميا إطلاقا إلا أفراد مبعثرين في العالم الإسلامي فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فالعمل السياسي يعود بالضرر على الدعوة الإسلامية تصوروا الآن بعض الجماعات المعروفة بتحزبها وتقتلها منذ عشرات السنين ما بين آونة وأخرى يظهر منهم أفراد وأشخاص غايتهم من التكتل الحزبي استغلال للحزب للوصول إلى مناصب وكراسي وهذا لا يلتقي مع التربية الإسلامية الصحيحة لأننا قلنا ولا نزال نقول لابد أن يكون العمل لله خالصا لوجهه من ذلك الدعوة من ذلك السياسة وإذا كانت الدعوة للسياسة ليصير رئيس دولة أو يصير وزير دولة أو قريب من هذا الوزير إلى آخره فهذه السياسات مقضي عليها بالفشل سلفا وهذا هو الواقع أي الواقع يشهد بأن هذه السياسات ما أفادت العالم الإسلامي إطلاقا ولذلك قلت أنا في بعض الاستجوابات حينما بلينا هناك بين المخابرات واستجواباتهم قلت لهم ما أدين الله به بعد ما شرحت له أنه سياسي من الدين وعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف رسالته في السياسة الشرعية ولكني أعتقد أننا نحن اليوم من السياسة ترك السياسة فالذين يدعون إلى العمل السياسي أنا في اعتقادي يخربون بيوتهم بأيديهم
لأن الدعوة التي أقاموها في هذه الأيام والسنوات الطويلة واستطاعوا أن يكتلوا حولهم جماعا من الشباب على العقيدة السلفية، ولا أقول على التربية السلفية، هؤلاء سرعان ما سيبعثرون بالتوجه للعمل السياسي. لذلك فنحن نقول بقولهم ولكن لا نفعل بفعلهم، لأنه وهذا خلاصة الجواب، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.